السلام عليكم. إيران بدأت بالإعداد والتجهيز من أجل مهاجمة مضيق هرمز وذلك لإغلاق المضيق بالكامل. التفاصيل جاءت بشكل خاص وحصري على واحدة من أهم وكالات الأنباء الإيرانية على الإطلاق، ألا وهي وكالة تسنيم الإيرانية. اليوم نشرت جميع هذه التفاصيل ونشرت لقطات حصرية بتدريبات تظهر فيها القوات الإيرانية وهي تقوم بعمليات إنزال وتحضيرات وكأنها تحاكي هجمات تقوم بها على ما يبدو في خليج عمان أو باتجاه مضيق هرمز تحديدا. الكثير من اللقطات التي ظهرت بهذا الشكل كما نلاحظ وبشكل على ما يبدو محترف للغاية بالنسبة للجانب الإيراني. والتفاصيل هنا التي ذكرت في وكالة التسنيم هي أكدت بأن الوحدات التي بدأت بالتدرب على هذه المسألة هي الوحدة الخاصة أو القوات الخاصة في القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني التي نفذت عمليات الإنزال كما رأينا قبل قليل، وكذلك نفذت عمليات الغطس أيضا في نفس الوقت، وهي قامت بعمليات محاكاة استهداف أهداف معادية في مضيق هرمز، الاستيلاء على السفن وغيرها. والمثير بهذه المسألة أن هذه التدريبات وهذا الإعلان هو يأتي متزامنا مع إصرار إسرائيلي على الرغبة للتقدم باتجاه رفح آخر معاقل الفصائل الفلسطينية وحركة حماس، وكأن إيران هنا تريد القول بأننا سنذهب إلى تصعيد كبير ألا وهو محاصرة أو إغلاق مضيق هرمز بالكامل كما فعلت جماعة الحوثي في مضيق باب المندب في حالة بدأت إسرائيل بحملتها العسكرية من أجل السيطرة أو غزو رفح بالكامل. وهذا يعني بأن إيران مستعدة هنا للتصعيد بشكل خطير على مستوى الطاقة برفع أسعار النفط. الوضع والأمن الغذائي بالكامل سيكون مهددا، وإيران أكثر من قادرة على تحقيق من مثل هذه المعادلات. فإيران تستطيع مهاجمة السفن على سبيل المثال في خليج عمان أو حتى تقوم باستهداف السفن في البحر العربي، وهذه ستكون كافية إذا ما استهدفوا على سبيل المثال سفنا أمريكية وسفنا بريطانية أو حتى سفنا إسرائيلية أو لها علاقة بإسرائيل بأي شكل من الأشكال كما تفعل جماعة الحوثي في خليج عدن أو حتى في البحر الأحمر، والأمر سيكون كافيا لإخافة جميع شركات الشحن من العمل بهذه المنطقة. وسبق لإيران وأن هددت بأنها ستكون قادرة أو ستقوم بعملية إغلاق مضيق هرمز، وكذلك سبق لها أيضا أن استهدفت عددا من السفن الإسرائيلية وغير الإسرائيلية في البحر العربي وفي خليج عمان، وسبق أن استولت على سفنا حتى أمريكية في خليج عمان في هنا في هذه المنطقة. وإيران هنا طبعا تستغل مسألة مهمة، تستغل الارتباك الكبير للولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع دول المنطقة، خاصة بعد ارتباك كبير جرى مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حتى ما قبل الحرب الروسية والغزو الروسي لأوكرانيا بشكل عام. فبوليتيكو على سبيل المثال نشرت في 24 ساعة الماضية عن مسؤولين أمريكيين بأن الإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول العربية الأخرى قيدت حركة الطائرات الأمريكية في قواعدها في حالة رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق أو في سوريا أو اليمن. بمعنى آخر أن الولايات المتحدة حاولت مهاجمة أي من هذه الأطراف فليس مسموحا من قبل الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة أخرى من الدول التي لم تذكر، ولكن بوليتيكو ذكرت دول عربية أخرى لن تسمح للطائرات الأمريكية بالتحليق من القواعد التي تتواجد في هذه البلدان لضرب كل هذه الفصائل. وهذا ما تنتبه له إيران بأن الظروف أصبحت صعبة للغاية على الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواجهة والتصعيد تحديدا في قطاع غزة. والسبب الذي ذكرته بوليتيكو والمسؤولين الأمريكيين هو أن هذه الدول لا تريد أن تبدو وكأنها عدو كبير لإيران، ولا تريد أن تبدو أيضا بأنها حليفا مهما أو حليفا قريبا للغاية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هي تريد أن تبتعد عن كل هذا الصراع. وطبعا هذا كله يوضح لنا بأن التغير في مزاجيات الإدارات الأمريكية من إدارة جمهورية إلى ديمقراطية إلى جمهورية، وارتباك العلاقات طبعا مع الإمارات العربية المتحدة أو حتى المملكة العربية السعودية بالدرجة الأساس، هي غيرت الكثير من ثقة هذه البلدان بالولايات
الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الذي جعل هذه الدول في نهاية المطاف أن تقترب أكثر مع الصين وأن تقترب كذلك من روسيا. وشهدنا هذا الأمر واضحا مما جرى في الحرب الروسية الأوكرانية، وإيران أيضا ترى تماما أن روسيا والصين تضغطان على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في العمليات التي تقوم بها هذه الدول على جماعة الحوثي في اليمن. ينتقدون هذا الأمر في مجلس الأمن الدولي كثيرا، وبالتالي هذه إيران هنا تستغل المسألة بشكل كبير وتريد أن تفرض معادلة الآن مضيق هرمز الذي يعقد كل شيء بالنسبة للعالم بأكمله، وليس فقط بالنسبة لهذه المنطقة. والمشكلة الأساسية هنا بأن إسرائيل لا توقف لديها ولا رغبة لها أبدا بأن تتباطأ في الهجوم باتجاه مدينة رفح، لا أبدا. بل إننا كما نلاحظ هنا بأن التفاصيل قادمة، وكلمة من نتنياهو نشرتها بي بي سي البريطانية أكدت بأنه لا زال راغبا بالتقدم باتجاه رفح، بل إن كان هنالك اتصالا في 24 ساعة الماضية بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حول قضية رفح، المدنيين وغيرها. هنالك ترتيبات لعملية التقدم، وهنا البعض يتساءل ما هي الخطة الإسرائيلية المتوقعة للهجوم على مدينة رفح هنا، ما هو السيناريو؟ في بادئ الأمر هنالك كثير من نقاط الضعف التي نراها على الأرض بالنسبة لمدينة رفح. على سبيل المثال هنا إلى الجنوب ترى بأن هذه مساحة مفتوحة سهلة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن يسيطر عليها. كذلك نرى هنا حي خربة العدس كما نلاحظ، القليل من المباني المتفرقة، الكثير من المساحات المفتوحة، وهنا الكثير من البيوت الزجاجية كما نلاحظ، والقليل من المباني التي ممكن أن تشكل نقطة ضعف بالنسبة للفصائل الفلسطينية غير قادرة على الاحتماء بالبيوت الزجاجية مع قلة المباني. وهذه المنطقة أصبحت منطقة إنسانية للجوء الإنساني أو للنزوح الإنساني طبعا من كل ما يجري، ومنطقة مفتوحة واضحة هنا سهلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وبالتالي هنا إسرائيل العمل وأساس العمل سيأتي ضد لواء رفح المكون، وفي لواء فرح هنالك ثلاثة كتائب طبعا، وكذلك هنالك فصائل فلسطينية متفرقة تشكل تقريبا كتيبة واحدة، وبالتالي نحن أمام أربع كتائب فلسطينية موجودة هنا. والمشكلة الأساسية التي تؤخر هذا الهجوم هي المدنيين، وبالتالي إسرائيل الآن بدأت فعلا بشكل واضح بعمليات قصف باتجاه رفح، وهذا القصف سيؤدي إلى ترويع المدنيين في نهاية المطاف ودفعهم من هذه المنطقة بالكامل باتجاه جمهورية مصر العربية. والمرحلة الثانية ستكون بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما هو متوقع أن تقوم إسرائيل بعد أن شكلت البفر زون أو المنطقة الآمنة الخاصة بها، وبعد تقريبا أن أتممت أو أنهت عملية السيطرة على خان يونس، لا زالت ليست مسيطرة عليها بالكامل ولكنها تقريبا سيطرت على هذه المنطقة، فإنها ستبحث عن مسألتين. المسألة الأولى هي التقدم مع عمليات القصف الكبيرة من قبل الطائرات الإسرائيلية باتجاه محور فيلادلفيا والسيطرة عليه بالكامل، وهذا سيؤدي إلى عزل جمهورية مصر العربية عن رفح، وفي نفس الوقت التقدم من أجل محاصرة رفح بالكامل كخطوة أولى، وبعد ذلك استغلال شيئا فشيئا نقاط الضعف التي تحدثنا عنها مثل هذه المساحة المفتوحة أو منطقة أو حي خربة العدس التي تعتبر خاصرة رفح بالكامل، وكذلك استغلال البيوت الزجاجية التي تحدثنا عنها من التقدم بهذه المنطقة واستغلال هذه المساحات الكبيرة. وأثناء هذا التقدم طبعا شيئا فشيئا ستبحث إسرائيل بشكل واضح كما فعلت مؤخرا من القيام بعمليات إنزال أو استغلال التقدم في محور فيلادلفيا من أجل إدخال السبيشال فورسز أو القوات الخاصة للدخول إلى المدن لإنقاذ الأسرى وما تبقى من الأسرى الموجودين هنا، أو البحث عن اغتيال القيادات من حركة حماس أو الفصائل الفلسطينية بشكل عام. كلما تقدموا بهذا المحور الذي نتحدث عنه، كلما تم تفعيل القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا للدخول أيضا شيئا فشيئا للإطباق على الفصائل الفلسطينية بالكامل. ويبدو بأن إسرائيل تحضر لهذه الحرب بشكل كبير حتى على المستوى الإقليمي، فالاستهدافات الإسرائيلية الآن زادت بشكل خطير على الجنوب اللبناني، وصلت إلى أعلى مستوياتها وأخطر مستوياتها منذ 7 من أكتوبر والثامن من أكتوبر بعد بدء حزب الله اللبناني بمشاركة الفصائل الفلسطينية بالاستهدافات على العمق الإسرائيلي من أجل إخلاء شمال إسرائيل من المدنيين، وهم نجحوا بهذا الأمر. الآن إسرائيل بدأت تصعد بشكل كبير وأصبح الوضع خطر للغاية بعد استهداف ناجح
من قبل حزب الله اللبناني على الشمال الإسرائيلي أدى إلى جرح العديد من الجنود الإسرائيليين ومقتل مجندة إسرائيلية نشروا صورتها بهذه الطريقة. الأمر الذي أغضب إسرائيل كثيرا يوم أمس، ضربت ضربات هائلة للغاية جاءت صورها بهذا الشكل على الجنوب اللبناني على مواقع لحزب الله اللبناني، مراكز قيادة وسيطرة ضربت بهذه الطريقة، وكذلك ضربت أيضا، لاحظ كيف هو الدمار في الجنوب اللبناني بدأ يظهر في عدد من المدن، وكانت ضربة النبطية أيضا في جنوب لبنان واحدة من أخطر الهجمات والضربات على الإطلاق. كانت هنالك صورة وضحت طبيعة هذا الموقع لنتأكد من هذه المنطقة المهمة، هي التي تعتبر بحد ذاتها تصعيد هائل. نلاحظ هنا طبعا بأننا أمام طريق واضح وبأننا مجموعة أشجار هنا، وهذا هو موقف للسيارات. سقف هذا الموقف كما نلاحظ يبدو باللون الأحمر، وأنه هو يمتد تقريبا بهذا الشكل وبهذا الشكل، وبالتالي يجب أن نبحث عن هذا السقف لهذا الموقف للسيارات. وتلاحظ بأننا أمام محطة للتزود بالوقود ومبنى عالي وكبير كما هو واضح، والضربة جاءت بهذا الاتجاه. صورة المقطع الذي رأيناه قبل قليل يوضح بأن الضربة جاءت هنا في منطقة مثيرة للغاية، وتلاحظ بأن هنا مبنى أيضا ممكن أن يكون مفيدا بعدها بمسافة يأتي المبنى المستهدف، وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن بسرعة إلى مبنى النبطية أو إلى النبطية تحديدا، وقبل أن نتجه إليها لماذا نحن نتحدث أن هذه الضربة تحديدا هي عبارة عن تصعيد، وذلك لأن نهر الليطاني تقريبا يأتي بهذا الشكل التقريبي في لبنان، هذا هو الجنوب اللبناني وهنا الشمال الإسرائيلي. النبطية التي نتحدث عنها تأتي هنا تقريبا بهذه النقطة، أي أنها خارج القرار الدولي 1701 الذي تتحدث عنه إسرائيل، هي خارج قواعد الاشتباك، ولكن إسرائيل استهدفتها. وبالتالي إذا ما ذهبنا الآن إلى النبطية، إلى هذه البلدة الصغيرة، لنحاول أن نبحث عن مثل هذا الموقف للسيارات بالسقف المميز الذي تحدثنا عنه، سترى بأن النقطة تأتي هنا تقريبا، وهذه هي النقطة بالضبط التي تتطابق مع ما نراه. لنتجه إلى الشمال قليلا ولنقترب من هذه الصورة، وستجد فعلا أن كل شيء يتطابق مع ما رأيناه الآن في الصورة، وسنتوقف هنا. نفس الطريق، نفس الأشجار، ونفس العلامات تماما لهذا الموقف كما نلاحظ، وهذه هي محطة تزويد الوقود، وهذا هو المبنى الكبير، ويبدو المبنى الذي رأيناه في الصورة الثانية كان هنا، أي بمعنى أن الضربة جاءت في هذه النقطة من قبل الجانب الإسرائيلي. لنقترب قليلا من هذه النقطة لنتأكد أكثر، سترى نعم بأن هذه المنطقة تتطابق مع ما نتحدث عنه، وهذا هو المبنى الذي أشرنا له في آخر صورة، وهذا هو المبنى العالي، ويعني أن الضربة جاءت هنا ووقع بها العديد من الضحايا من المدنيين حتى من الأطفال بسبب هذه الضربة. ولكن الحديث من الأوساط الإسرائيلية إلى أن كانت هنالك قيادات موجودة في هذه النقطة، وبالتالي ببساطة أيضا من جهة أخرى أن طبعا رويترز قد نشرت ووضحت من مصدر مهم للغاية بسبب النبطية، كان هذا تصعيدا هائلا للغاية من قبل الجانب الإسرائيلي، وواضح أن الجانب الإسرائيلي هو يصعد ضد حزب الله اللبناني، هو يضرب أيضا أهدافا للفصائل الموالية لإيران في سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية بعد ضرباتها أو ضرباتها على الفصائل المسلحة في سوريا وفي العراق نوعا ما هنالك توقف لهذه الهجمات، الضربات مستمرة أيضا على جماعة الحوثي، ولا تبدو جماعة الحوثي بهذه القدرة العالية كما كانت عليه في نوفمبر وفي ديسمبر والشهر الماضي. والانفجارات أيضا في الداخل الإيراني مستمرة، كان هنالك انفجارا على أحد المصانع البتروكيميائية قبل ساعة تقريبا من الآن في الداخل الإيراني، يوم أمس كانت هنالك انفجارات أيضا في خطوط الغاز الرئيسية في الداخل الإيراني وسط إيران، أدت إلى انقطاعات في عدد من البلدات في ثلاث محافظات مهمة للغاية في إيران. بالتالي يبدو أن الضغط يأتي في كل مكان استعدادا وتجهيزا لإسرائيل لكي تتقدم في رفح، وبالتالي المنطقة يبدو بأنها لا تعرف طريقا للهدوء، المسألة لا زالت تتصاعد بشكل خطير، وقد تكون الساعات بل حتى الأيام القليلة القادمة خطيرة وخطيرة للغاية.